تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو بداية من 24 جويلية إلى غاية 9 أوت من السنة الجارية دورة الألعاب الأولمبية، وحتى لا يجد آلاف الرياضيين والمسؤولين وحتى المشجعين صعوبات كبيرة في العثور على مكان لأداء الصلاة، شرعت السلطات اليابانية في إيجاد حلول لوضعهم في أفضل الظروف. فحسب دراسة لجامعة واسيدا، فإن عدد المساجد في اليابان تجاوز 100 مسجد مع نهاية 2018، لكن مع انتشار هذا العدد في أنحاء اليابان وصغر حجم بعض هذه المساجد ووجودها خارج طوكيو، يأمل ياسوهارو الرئيس التنفيذي لشركة ياسو بروجكت أن تنجح فكرته المتمثلة في مسجد متنقل لخدمة المسلمين خلال ألعاب طوكيو. بالرغم من توفر أماكن للصلاة في قرية الرياضيين، إلا أنها لا تزال قيد الإنشاء، فحتى أماكن الصلاة قليلة في بعض الفنادق والأماكن العامة في العاصمة اليابانية. مسجد متحرك كامل المرافق بمساحة 48 متر مربع على متن شاحنة كبيرة، وخلال ثوان معدودة فقط يصبح هذا المسجد الذي يعرض إرشادات باللغة العربية جاهزا للوضوء والصلاة، إذ تتوفر فيه صنابير المياه وجميع التسهيلات المطلوبة. وختم إينو قوله: أريد أن ينافس الرياضيون في الدورة بكل قوة وأن يشجع الجمهور بكل قوة أيضا، ولهذا السبب أقدمت على هذا المشروع.